اشتباكات على جبهة المصاصني ما بين الجيش الحر وما بين قوات النظام. اشتباكات على جبهة المصاصني ما بين قوات النظام وما بين الجيش الحر 23/1/2015. طبعا سنحاول رصد حاجز المصاصني. هذا هو حاجز المصاصني. هذا هو حاجز المصاصنة الريف حماة الشمال. أسمع أصوات اشتباكات ما بين الثوار وما بين قوات النظام. هناك أنباء عن جريح من جراء المعارك الدائرة بين قوات النظام وبين الجيش الحر. إذن هنا الاشتباكات في هذه على هذا الحاجز حاجز المصاصنة بريف حماة الشمالي. وحتى الآن الأنباء تشير إلى سقوط جريح من الجيش الحر. هذه أصوات الاشتباكات بين المجاهدين من الجيش الحر وما بين قوات النظام 23/1/2015. طبعا الجيش الحر ينتشر في مناطق عدة، ولكن أحد نقاط الاشتباكات هنا عناصر للجيش الحر.